ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة ثالثة؟ عامل ايه؟ تعالوا النهاردة هناخد درس سهل جدا وبسيط جدا، نركز فيه مع بعض. شايفين قدامنا ايه؟ دي ايه؟ ده حرف التاء يا مس. دي اسمها التاء المفتوحة. طيب ودي؟ دي تاء مربوطة يا مس. بتيجي فين؟ بتيجي في اخر الكلام يا مس. ممتازين. طيب ودي ايه؟ دي الهاء يا مس. شكلها كده يا مس. هي شكلها كده الهاء. درسنا اسمه ايه؟ التاء المفتوحه والتاء المربوطه والهاء. يا درسنا النهارده اسمه ايه؟ التاء المفتوحه والتاء المربوطه والهاء. تعالوا ناخد كل واحده منهم ونفهم بتيجي فين ونتعامل معاها ازاي. اول حاجه عندنا هي التاء المفتوحه، هي التي تاتي في اخر الكلمه وتاتي في الأسماء والأفعال. يبقى بتأتي في آخر الكلمة، بتبقى إيه؟ موجودة في آخر الكلمة وتأتي مع الأسماء والأفعال. بتأتي مع الأسماء والإيه؟ والأفعال يا مس. وتنطق تاء عند الوصل، وكذلك تنطق تاء عند الوقف. يعني أنا لو وقفت عليها بنطقها تاء. طيب كملت كلامي وقلت كلام بعدها برضو بنطقها تاء. زي إيه؟ أخت، بنت، قالت، بيت. اختي دي ايه؟ اسم. ايه؟ نطقناها تاء. طب قالت فعل، برضو نطقناها ايه؟ تاء. تعالوا نشوف الامثلة. بنت جميلة، نطقناها تاء. كتبت الدرس. تاني حاجة عندنا هي التاء المربوطة، وهي خاصة بالأسماء فقط. يعني إيه مس خاصة بالأسماء فقط؟ يعني بتيجي في نهاية الأسماء بس، ما بتجيش مع الأفعال خالص. وهي تنطق تاء عند الوصل وهاء عند الوقف. يعني إيه الكلام ده يا مس؟ يعني أنا لو وقفت عليها بنطقها هاء. طب كملت الكلام؟ لا، بنطقها تاء. تعالوا نشوف كده كلمات. لو جينا نقف على كلمة مدرسة، أهي نطقناها تاء ولا هاء؟ لا، نطقناها هاء يا مس. ممتازين. شجرة، بسمة، أسامة، كل الكلمات اللي قدامنا دي نطقناها هاء. أمثلة: مديرة المدرسة حضرت اليوم. ركزوا كده معايا، قلت ايه؟ مديرة، نطقتها ايه؟ نطقتها تاء يا مس. المدرسة، نطقتها تاء يا مس، ما نطقتهاش هاء. فاطمة الزهراء، فاطمة، ما قلنا فاطمة وقفنا كده نطقناها هاء. طب لو كملت كلامي يبقى فاطمة الزهراء. مكتبة المدرسة عامرة بالكتب. مكتبة المدرسة عامرة بالكتب. مكتبة، اهي عشان كملنا قلنا ايه؟ نطقناها تاء. رقم 3 عندنا هي الهاء، تنطق هاء عند الوقف وهاء عند الوصل. وقفت عليها كملت كلامي بنطقها هاء. والهاء نوعين: هاء ضمير زي كلمة قلمه، كتابه، وهاء أصلية زي وجوه، وجه. بنقول هذا قلمه، وجهه جميل. تعالوا كده نقرأ مع بعض ونحل. صنف الكلمات الآتية: بحرية، حجمه، درجة، تحمست، أدوات، منشفته، عالية، احفظ، طائرات، صامت، هذه رياضة. كل الكلمات اللي قدامنا دي هنبدأ نوزعها. اللي فيها تاء مربوطة نحطها في الجزء بتاع التاء المربوطة. طيب اللي بتنتهي بتاء مفتوحة نحطها في الجزء بتاع التاء المفتوحة، وكذلك التي تنتهي بهاء. عندنا في التاء المربوطة هنحط ايه؟ بحرية. وايه تاني؟ درجة. عالية، رياضة. أحسنتم.
والتاء المفتوحة تحمست، أدوات طائرات صامت، والهاء حجمه من شفته احفظ هذه. ممتازين سنة ثالثة.